كل سنة وانتو طيبين. النهاردة هقول لكم على وصفة كنافة بالقشطة والكروكان. وصفة هتسمعوا كده تقولوا كنافة بالقشطة والكروكان. عايزة أقول لكم الكروكان ده قصة. الكروكان ده بيخلي أي وصفة في حتة تانية. أنا هقول لكم بقى على المقادير النهاردة وهقول لكم على تكاتها، وبرضو حسب ما تحبوا لو حابين تضيفوا أي حاجة من عندكم أكيد تقدروا، لكن الوصفة زي ما هي خطيرة. هقول لكم بقى على المقادير. معانا للكنافة نص كيلو من الكنافة البيتة، 200 جرام سمنة أو زبدة يعني تقريبا كوباية، 4 معالق كبار زيت، معلقتين كبار سكر بودرة منخول. معانا بعد كده المقادير القشطة الكدابة، نص كيلو كريمة خفق سائلة، 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار سكر وفانيليا. مقادير الشربات، كوباية سكر، كوباية مية، عصير نص ليمونة، معلقة كبيرة من السمنة، ومعلقة كبيرة عسل حسب الرغبة. احنا بنجيب الكنافة البيتة وبنبتدي نفركها كويس، وبنجيب السمنة والزيت ونبتدي نخلطهم مع الكنافة. بندعك كله في بعض كويس جدا لغاية ما نغلف الكنافة كلها بالسمنة والزيت. بعد كده بنجيب معلقتين السكر البودرة المنخول ونخلطه معاهم. بنجيب صينية مقاس 30 سنتي تقريبا، حسب برضو انتوا عايزينها الكنافة عالية او الكنافة تكون لأ رفيعة قوي، دي حسب الرغبة. بتجيبوا الصينية تقريبا 30 سنتي او اصغر وبتبتدوا تفردوا فيها الكنافة. بتدخلوها الفرن على درجة 200 او اقل شوية حسب الفرن بتاعكو لغاية ما تاخد معاكو اللون الذهبي. يفضل الفرن لو كهربا يشتغل فوق وتحت، لكن لو غاز يشتغل من تحت بس. في حالة الغاز يفضل ان احنا نقلب برضو الكنافة في صينية نفس المقاس علشان نضمن انها اخدت اللون اللي فوق زي اللي تحت، لون ذهبي، يبقى اللون الحلو اللي احنا بنحبه في الكنافة. كده مبدئيا طبقة الكنافة هتكون جاهزة معانا. نخش بقى على طبقة القشطة الكدابة. دي بنعملها على النار بسهولة جدا. بنجيب نص كوباية من كريمة الخفق زي ما قلنا، أو الكريمة اللباني. بنحط عليهم 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار سكر وفانيليا، وبنقلبهم زي الكاسترد بالظبط لغاية ما يتقل معانا، وكده بيكون جاهز معانا بنستخدمه بعد ما بيبرد. طيب لمقادير الشربات بقى، احنا معانا كوباية سكر، كوباية مية، بنبتدي ان احنا نسخنهم على النار ويغلوا معانا. ننزل عليهم بعد كده بعصرة نص الليمونة، وقبل ما نصب الشربات على طول على الكنافة بنحط عليها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة عسل، بتخلي الشربات ما يسكرش معانا أبدا. طيب احنا بقى بنحط الشربات امتى على الكنافة؟ مهم لو احنا عايزين الكنافة تكون بتقرمش ما نحطش ابدا الكنافة السخنة مع الشربات السخن. لازم تكون الكنافة بردت معانا ونحط عليها الشربات السخن، او العكس يكون الكنافة سخنة ونحط الشربات البارد. عادة في رمضان بنجهز الشربات قبلها وبيبقى عندنا كمية كبيرة من الشربات الساقع نقدر نستخدمه على طول. مهم ان احنا بس فهمنا التركية دي. كده يبقى احنا عندنا الكنافة جاهزة ومتشربة بالشربات ونقدر نحط عليها القشطة الكدابة. نيجي بقى عند الكروكان اللي بيديها التكة الرهيبة والطعم الخيالي. الكروكان ده عبارة عن كراميل، عبارة عن، هقول لكم على المقادير، كوباية ونص من السكر الأبيض الناعم، ومعلقة كبيرة زبدة، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. بنطعمها بالبندق أو اللوز زي ما تحبوا، تقريبا كوبايتين بندق محمص. بنحط الأول السكر على النار لغاية ما يدوب خالص، ويفضل يكون في حلة سيراميك علشان ما نضطرش ان احنا ننزل الجناب بتاعت السكر عشان ما تتحرقش معانا. أول ما يسيح معانا السكر بننزل عليه معلقة الزبدة والبيكنج صودا ونقلب بسرعة وننزل عليه المكسرات. مهم بس جدا ننزل المكسرات واحدة واحدة وما تكونش ساقعة عشان ما نلاقيش الكراميل قفش مننا. بعد ما بنقلب كله، لازم بقى هنا تبقى خطوتنا سريعة، نبتدي ننزله على رخامة، مش أي حاجة تانية، تكون جرانيت أو الرخام بتاعنا اللي احنا عارفينه الأصلي. نبتدي ندهنه بزيت وننزل على طول عليه بالكراميل اللي احنا مجهزينه ده، أو نجيب السيليكون وننزل عليه.
بعد ما بيبرد معانا خالص، طبعا احنا بنفرده وهو سخن ونلمسهوش خالص لغايه ما يبرد. اول ما يبرد معانا خالص نقدر ان احنا نكسره ونزين بيه الكنافه بتاعتنا. يبقى احنا بنحط الكنافه، نزين عليها القشطه الكدابه، وعليها في الاخر خالص الكروكان من على وش اللي هو متكسر، بيدينا شكل رائع وطعم خيالي. وفي وصفة جاية إن شاء الله هشرح لكم برضو القشطة الكدابة، إن إحنا بسهولة جداً نقدر نستخدمها في حشوات كتيرة جداً تخش الفرن عادي معانا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، ونتقابل بكرة في وصفة جديدة حلوة على أصوله في رمضان.